في إنجاز دولي جديد يضاف إلى سجل مملكة البحرين الحافل بالإنجازات، فازت سيدة الأعمال سونيا جناحي عضو مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة البحرين بعضوية مجلس إدارة منظمة العمل الدولية عن مجموعة أصحاب الأعمال لدول غرب آسيا ولمدة 3 سنوات من 2021 إلى 2024، وذلك بعد منافسة قوية أسفرت عن حصولها على غالبية أصوات الدول الأعضاء في المنظمة. وحول هذا الموضوع يسرنا أن يكون معنا عبر الهاتف وعلى الهواء مباشرة السيدة سونيا جناحي عضو غرفة تجارة وصناعة البحرين. بعد التحية سيدة سونيا، ونبارك لكم هذا الفوز الكبير الذي يحسب لمملكة البحرين. ما أهمية هذا الفوز لمملكة البحرين وأبرز الإنجازات التي حققتها مملكة البحرين على هذا الصعيد؟ بسم الله الرحمن الرحيم، مساء الخير وشكرا على التهنئة والاستضافة. في البداية أحب أن أتوجه بالشكر إلى مقام حضرة صاحب الجلالة عاهد أهل البلاد المفدى الملك حمد بن عيسى آل خليفة حفظه الله ورعاه، وصاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، وصاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة رئيسة المجلس الأعلى للمرأة، على دعمهم ومساندتهم اللامحدودة لكل بحريني يسعى للوصول إلى إنجازات لوطنه. فلولاهم ما تحقق هذا الإنجاز أو غيره من الإنجازات الدولية التي حققتها البحرين على مختلف المستويات. الشكر أيضا موصول لجميع أعضاء مجلس إدارة الغرفة وبالأخص الأستاذ سمير عبدالله ناس وجميع موظفي الغرفة لدعمهم المتواصل وتسخيرهم لكافة الإمكانيات المتاحة لنيل هذا المنصب. وأود أن أؤكد بأن أهمية هذا الفوز بعضوية مجلس إدارة منظمة العمل الدولية عن أصحاب الأعمال هو جعل البحرين محطة هامة في مسيرة الريادة العالمية في المجالات العمالية والإنتاجية للوصول إلى مصاف الدول المتقدمة في هذا المجال. كما أن هذا الفوز سيمهد الطريق أمامنا للاطلاع بدور محوري في رسم ملامح مستقبل البيئة العمالية والإنتاجية بكافة أطرافها، وكذلك إبراز منجزات المملكة في هذا الشأن، ويسهم في إحداث نمو اقتصاديا واستثماريا متضاعفا، خاصة بأنه سوف يدفع بقوة باتجاه تعزيز ثقة المستثمرين الإقليميين والدوليين ببيئة العمل داخل مملكة البحرين. لقد حققت مملكة البحرين العديد من الإنجازات في هذا المجال، لعل أهمها حالة التناغم والتوافق المشتركة بين أطراف الإنتاج الثلاثة، والذي بدوره سيساهم في تنمية القطاع الاقتصادي في المملكة، فضلا عن التقدم المشهود للمنظومة القانونية والتشريعية الهادفة إلى ضمان حقوق جميع أطراف الإنتاج من خلال الحوار الاجتماعية لهم. كذلك حرص البحرين على تحديث كافة الإجراءات وفقا للمواثيق والمعايير الدولية بصورة مستمرة بما يتماشى مع المعايير الدولية في هذا الشأن، واستقرار تصنيف المملكة ضمن التقرير السنوي لوزارة الخارجية الأمريكية في مجال مكافحة الاتجار بالبشر ونجاحها في هذا الملف بشكل جعل كافة المنظمات الدولية تشيد بالبحرين. نعم سيدة سونيا جناحي عضو غرفة تجارة وصناعة البحرين، شكرا جزيلا لك، ونجدد التهنئة لكم ونتمنى لكم التوفيق في تمثيل مملكة البحرين في مجلس إدارة منظمة العمل الدولية.